اليوم هو اليوم العالمي للحمير. للحمير، هاي صاحبي أول حمار، ينعاد عليك صاحبي. يلا عايدو عايدو. ينعاد عليك حبيبي. يا حمار كيفك؟ ماشي حالك؟ اليوم هو اليوم العالمي للحمير. يعني اليوم يومك. لا انه اليوم يوم اليوم يوم يومك يعني اليوم حلو يوم انه يوم 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 الله بيفتح عليك اليوم ليه بس دبر حالك انه اليوم العالمي للحمير ايه انا شو خصني في قرابة في قرابة اليوم عيد نخينا الي يعني بدنا نعيده بتحب تعيدهم للحمير هي شو هيدا حمير عم عايدني فيه مو الحمير اه عم تعيدهم للحمير اعطيني معايدة اخيرة بس هلا انا فهمه نعاد على الجميع مين الجميع يعني حمار جدي بالضيعه اوكي ومين بيجي من بعده جارنا ابو علي حمار جارنا ابو علي حمار جاركم بعد حمار جدي وحمار جارنا ابو علي اليوم هو اليوم العالمي للحمير شو بتحب تقول بهالمناسبه يعني في الحمير يعني اذا بترعاها بترعى ايه يعني اذا الحمير ما بتحطها بين البساتين ما بترعى ايه بتدور حمير بترعى انا ايه يعني فيك ترى تعدل الجملة إذا الحمير ما في حشيش ما بترعى إيه إذا في حشيش بترعى أوكي أوكي بس إذا ما في حمير وما في عالم ما بترعى الحمير أوكي خلص نقطع عنه بسألك سؤال تاني شو أكتر ضرب حمرة أنا عملته بحياتك؟ إنه عم بحكي معك أحمر ضرب أوهو ما بينعضوا بدنوا كالكوليتر منيحة هادي ها منيحة كتير بمين بيذكرك الحمار؟ بذكرني بكتير بشر منيحة هادي ها منيحة كتير مثل مين يعني؟ واحدة بعرفها من زمان اسمها زينو حمارة بس بحبها ليش حمارة عم تقول عنها؟ فلت من إيدها أنا شو بك أنت اليوم المدام حدك يا عمي؟ مدام أنت بتعرفي بزينو؟ ها أختك؟ كيف؟ كنت بدك تحكي مع اختها للمدام بس والله نحن عائلة محترمة صدقني مبين واضح 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 انت كيف بدك تحكي مع اختها للمدام ما زبطت معك انت اخذت المدام انه هيك بتضلك قريب من اختها بالضبط شو هن صفات الحمار صفات الحمار الحمار بيمسك بجريفون الحمار اللي بيصوت لنفس المنظومة الحاكمة كل حدا احتلنا وكل حدا اجتاحنا وكل حدا فات نا حلال على قلبه لا لا ايه 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 هلا فيك تشيل نحنا يعني ما ادري ايه لا انت رجعت قلتها طب ما نحنا يا خي يا خي لك خلص يا خي خلص بلوك جاب على الميل لك لا خلص روح يلا باي باي اول شيء بدي اشكرك انك انه لا انه الحمار شو الحمار اسكت شيء الحمار بيمشي بالطريق مره واحده بيحفظها انت عم تمشي ما بتحفظ شيء طيب استاذ شكرا لك حبيبي ونحن استفدنا منك كثير حبيبي على راسي ونحن الام دي في حبيبي الان بي ان الام بي ام على راسي وفيك توجه تحيه للان بي ان حبيبي انا تحياتي للان بي ام كثير للشباب الطيبه شكرا لك حضرنا نحن الان بي ان طبعا باكي على طول بحضره يا حبيب قلبي وجه لنا تحيه انا بتحي تحيه كبيره للضحك عم تقول بتضحي بتضحي للام دي بالام بي ام لكل الشباب الطيبه ولكل المحترمين وكل الشعب الطيب وان شاء الله هالبلد تضل على خير تحضرنا نحن الان بي ان طبعا تحضرنا طبعا طبعا تحضر برنامج كتير هالقد على الان بي ان طبعا طبعا تحضروا لهشام حداد على الان بي ان طبعا شو عم تحكي طبعا طبعا شكرا استاذ نحن حبيبي. عن جد مرسي كثير لك على راسي على راسي تشرفت بعرفكم بحال رجعت شفتني على الكورنيش ما تطرقني قتل من بعد الحلقه لا حبيبي على شكرا انه حتحس انه في شيء غلط انت كمان هيك شكرا استاذ باي باي